اللي كتب عن النادي الاهلي في السوشيال ميديا والحسابات الرسميه المختلفه. خلينا نبتدي بحساب سوف سكور، واللي قال احصائيات مهمه او احصائيه وحيده مهمه جدا بتتعلق بمحمد الشناوي، ان هو وصل ل 21 كلين شيت انطلاقا من دور المجموعات في مسيرته كلها مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. قال لك ايه؟ حارس الاهلي في تاريخ مشاركاته في دوري ابطال افريقيا اي منذ 2018 اكثر من اي حارس اخر في نفس الفتره، ومفيش ولا حارس استطاع الوصول لحاجز ال 20 كلين شيت، فده انجاز مهم جدا وحاجه تحسب لحارس عملاق زي محمد الشناوي ما شاء الله عليه ربنا يحميه. خلينا كمان نروح للاهرام واللي بتحاول تستنتج ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه بخصوص مركز الظهير الايمن. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك موسيماني يفاضل بين اكرم وهاني امام بيراميدز. بصراحه اكرم قدم مستويات مش طبيعيه، ماتشين عملهم هو احد نجوم الماتشين دول، يعني عمل شغل كويس جدا جدا في الناحيه اليمين ويتالق وتوهج، لكن في نفس الوقت انت عندك لعيب كبير جدا زي محمد هاني ده مركزه الاساسي، طب هنا هيعمل ايه موسيماني؟ دي حاجه بقى تتعلق بالجهاز الفني هو ادرى بيها، لكن اللي يطمنك انت كواحد من جماهير النادي الاهلي ان انت بقيت مطمن في المكان ده، لا قدر الله هاني لو غايب فانت عندك اكرم موجود بيأدي بشكل ممتاز. هنشوف موسيماني هيتعامل مع الجزئيه دي ازاي. خلينا كمان نروح لحساب في الجول على فيسبوك، وبيقول مصدر من اتحاد الكره اللي في الجول طلبنا من كاف تقديم موعد نهائي الابطال لضمان انضمام لاعبي الاهلي للمنتخب الاولمبي. الكلام كله مش في الاطار الرسمي، انا مستغرب برضو اتحاد الكره ليه ما بيطلعش مثلا خطاب رسمي بعته للاتحاد الافريقي او حاجه بتتعلق بالخطوات الرسميه، مش عارف، لكن هو كله كلام على لسان مصادر وكلام في المداخلات الهاتفيه عبر التلفزيون. فهنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفترة الجاية، واحنا شرحنا لكم الجزئية دي كلها في الجزء الأولاني من الحلقة. خلينا كمان نروح للحساب الرسمي للمصري الرياضي على تويتر، واللي بيقولوا كايزر تشيفز يرفض طلب الأهلي، طلب الأهلي اللي هو إيه؟ اللي بيتعلق بتقديم موعد المباراة، وأنا قلت لحضراتكم كمان في بداية الحلقة ليه الطلب مرفوض من كايزر تشيفز، إن هم بيتمسكوا بخوض اللقاء في 17 من يوليو وعدم تقديم موعد المباراه على الرغم من الموافقه المبدئيه في بدايه الامر. هما في الاول كانوا موافقين مبدئيا بس بعد كده غيروا رايهم، وقلت لحضراتكم الاسباب ليه، لان هما عايزين اكبر كم ممكن من لاعبتهم اللي عندهم كورونا يكونوا متاحين بالنسبه لهم، لعبوا ماتشين الوداد بقوايم قليله او عدد لاعبين قليل 11 في الملعب وكان 5 تقريبا على الدكه، فما كانوش عندهم الاريحيه الكافيه، ومع ذلك قدروا ان هم يتاهلوا. ده اللي يدل على ايه؟ ان هو فريق تقيل قوي قوي قوي، لازم ان شاء الله نتعامل معاه بالشكل اللي يناسبه. اخر خبر معانا في ترند الاهلي، وهنا برضو استنتاج، والاخبار الاستنتاجيه بتبقى طبيعيه واجتهاد، ماشي مفيش مشكله. الوطن الرياضي على فيسبوك قال لك الاهلي يحدد تسعيره اعاره بواليا في الخليج، وقال لك ان الاهلي طلب 500,000 دولار في حاله وجود اي عرض لبواليا في اي دوري من دوريات الخليج. خليني بقى نقول لحضراتكم الحقيقه، الموقف ايه؟ مفيش اي حاجه في الاطار ده خالص، الاهلي لا عارض بواليا للبيع ولا حتى للاعاره خالص، بواليا موجود مع الاهلي لغايه اخر الموسم ونشوف ايه اللي هيحصل. والكوره فيها متغيرات كتيره، ممكن النهارده لعيب مش متالق بكره تلاقيه ايه ما شاء الله بواليا بيشارك ولا لا، شارك في مباراه الذهاب امام الترجي، اذا هو في حسابات الجهاز الفني، اذا هو احد اللاعبين الموجودين في قائمه النادي الاهلي اللي بتنافس على مختلف البطولات هذا الموسم. المطلوب ايه؟ ان احنا بنساند بواليا، بندعم بواليا، مفيش كلام من هذا القبيل اطلاقا. يعني بواليا موجود والاهلي ما حددش تسعيره ولا طلب ولا عرض ان اللاعب يخرج ولا كلام من ده خالص، بواليا موجود في قائمه النادي الاهلي، نتمنى له يا رب كل التوفيق مع فريقه خلال المرحله الهامه المقبله.